نتحدث عن بعض ما جاء في القرآن من خطورة الشيطان. النجوى التي يتناجى بها أعداء الله أمام أهل الإيمان يحزن أهل الإيمان لأنه من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، لا الشيطان ولا الحزن، لن يضرهم شيء إلا بأمر الله عز وجل. لأن الآيات قبلها النهي عن التناجي وهذا أظهر، وبعض المفسرين قال إنما النجوى من الشيطان أي الأحلام المفزعة، وهذا قد جاء به الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم من الشيطان، ولما في صحيح مسلم قال رجل إني رأيت أن رأسي قد قطع وأنه يتدهده وأنا أتبعه، قال عليه الصلاة والسلام لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، إنما النجوى من الشيطان يعني الأحلام المفزعة، لكن لن تضر الإنسان إذا فعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم 3 مرات والنفث 3 مرات عن يساره والاستعاذة بالله من شرها وأن يتحول من جنبه الذي كان نام عليه إلى الجنب الآخر.